تقول أختنا: بعض الناس ينسب عدم التوفيق والنجاح في الدراسة أو عند حصول المصائب إلى سوء الحظ. افتونا في هذا جزاكم الله خيرا. ما يصيب الإنسان مما يكره من عدم الحصول المقصود أو من مرض أو مصيبة في مال أو نفس أو في قريب، كل ذلك بسبب الذنوب. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني بسبب من قبل نفسك. فنسبة الذنوب هي نسبة المصائب إلى الذنوب والمعاصي، هذا هو الصحيح. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نسبة هذه الأشياء إلى الحظ، ما حكمها في الشرع شيخ صالح؟ تنسب إلى الذنوب والمعاصي. نعم، ولا تنسب إلى غير ذلك، أن هذا هو الذي السبب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. ومن سوء حظ الإنسان أن يبتلى بالذنوب والمعاصي، لا شك أنه من سوء حظه. ومن حسن حظه أن يوفق للطاعة. يا الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.